أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. في هذه الحلقة ربما سنتحدث عن أكثر من موضوع، لكن الموضوع الرئيسي ربما الذي سنتحدث عنه يخص طلب مطالب المتظاهرين، مطالب الثوار في ثورة تشرين المباركة التي انبثقت في 21 أول عام 2019 العام الماضي. في هذه الثورة رفع الثوار مطالب عديدة، لكن كان من أهم مطالبهم هو الكشف عن قتلة المتظاهرين، من واجهوا التظاهرات بالعنف والقوة المسلحة من ميليشيات وقوى أمنية وقناصين في كل مكان، في البصرة، في بغداد، في بابل، في النجف، في كربلاء، في كل مكان، في واسط، في ميسان، في كل المحافظات العراقية. أرادوا كشف من هذه القوى التي يعني استهدفت المتظاهرين بالسلاح والقتل، وهم مثل ما يعرف كل أهل العراق، مثل ما يعرف كل الناس، هم من المتظاهرين السلميين، لم يرفعوا إلا راية العراق، فلماذا يستهدفون بهذه الطريقة البشعة؟ الحقيقة وأيضا طالبوا بعد ذلك بالكشف عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم وتغييبهم في سجون الحكومة، وطالبوا بالكشف عنهم وإطلاق سراحهم، لأن هؤلاء لم يفعلوا شيئا سوى المطالبة بوطن، المطالبة بحقوق العراقيين وحقوقهم في الحياة. الكاظمي عندما جاء إلى سدة الحكم، إلى رئاسة الوزراء، كانت هناك أجهزة تطبل له، كانت هناك أقلام مأجورة تكتب عنه، تقول ولحد الآن تقول أنه جاء لكي ينصف المتظاهرين، ينصف الثورة، يقدم لهم كل طلباتهم، يحقق لهم كل طلباتهم، وأول هذه الطلبات هو الكشف عن القتلة وتقديمهم للعدالة وإطلاق سراح المغيبين والمعتقلين. في هذا الموضوع بعد أيام من توليه رئاسة الوزراء أصدر مصطفى الكاظمي قرارا بتشكيل لجنة لتقصي ما حدث في ثورة تشرين لمعرفة قتلة المتظاهرين والقوى الأمنية، وهذه القوى الأمنية بين هلالين، سنتركها لأن الحديث عنها حديث آخر، لكن فيما يخص المتظاهرين هو قال أنه شكلت لجنة لتقصي ما حدث، وكأنه هو ليس في العراق ولا يعرف شيئا، وكأنه هو كان يعني موظف بلدية في المشخاب، في بلدية الهويدر، في بلدية الحويجة، وليس رئيسا لجهاز المخابرات، وهو أعلى جهاز من الأجهزة الأمنية، وكان يعرف بكل شيء، وكان يعرف بالتفاصيل كلها، ويعرف ما حدث بالتفصيل، وهو جزء من الخلية الأمنية التي كانت تدير مواجهة التظاهرات والسيطرة عليها طوال حكم عادل عبد المهدي وما بعد. هذه هي الحقيقة، فكيف يمكن لهذه اللجنة أن تشكل؟ وفي العراق هناك قاعدة أساسية يعرفها كل أهل العراق، كل الشعب العراقي يعرفها، يقولون إذا ما أردت تسويف أي قضية شكل لها لجنة. في العراق من 2003، من عام 2003 احتلال العراق لحد الآن، شكلت عشرات ربما مئات الآلاف من اللجان، لكن هذه اللجان لم يصدر عنها شيء، لم تخرج منها نتائج فيما يخص الشعب العراقي. وحتى عادل عبد المهدي شكل لجنة لمعرفة مثل هذه اللجنة، لمعرفة ماذا جرى في ثورة تشرين ومن هم المسؤول، لكننا لم نسمع نتيجة لهذه اللجنة. ولكي يطمسوا على هذه الحقيقة تحدثوا عن طرف ثالث، دائما الحديث عن طرف الثالث، والمطبلون لمصطفى الكاظمي قالوا بأنه سيكشف من هو الطرف الثالث. طبعا الشعب العراقي وأهل العراق والناس كلهم تعرف من هو الطرف الثالث، وتعرف أن الميليشيات جزء منها في الدولة وجزء خارج الدولة، وكلها هي الطرف الثالث، وواضح هذه الميليشيات لماذا تقتل، لماذا تجرم المغيبين أيضا. والمغيبين قسريا تحدث عن أنه سيبحث عنهم وشكل لجنة وكلف وزارة الداخلية بالتقصي عن حقيقة هؤلاء، وهو مثل ما قلت رئيس جهاز المخابرات الذي يعرف كل هذه الحقائق. المفروض اليوم أطلع على يعني رقم أوردته مفوضية حقوق الإنسان، تقول أنه عدد المغيبين على الأقل من عام 2017 لحد الآن
8615 مغيب، هؤلاء المسجلة أسماءهم بشكاوى رسمية مقدمة للدولة، 8615 مغيب. هذه في أي دولة؟ لو كان 1% من هذا العدد لقامت الدنيا ولم تقعد، لكن في العراق بهذه الطريقة يتصرف مصطفى الكاظمي ويقول شكلت لجنة وكلفت وزارة الداخلية بالبحث عنهم، وأثرهم مفقود منذ سنوات، وأهلهم في ضيم وفي ضنك، ويعني داروا على كل السجون وعلى كل المؤسسات، ولا أحد يعطيهم جوابا شافيا واحدا عن مصير هؤلاء، ومنهم من الفلوجة، ومنهم من الرمادي، ومنهم من صلاح الدين والموصل وبغداد وغيرها، إضافة إلى المتظاهرين، وهذول أعدادهم ربما آلاف أيضا يضافون إلى هذا العدد، وأيضا لا أحد يعرف مصيرهم. يعني الكاظمي أيضا أصدر قرار لكي يعني يبعد الشبهة عنه، قال بأنه يعني أصدر قرار قال فيه أنه يعني للجهات القضائية للقضاء العراقي بإطلاق سراح جميع المتظاهرين المعتقلين، وتشكيل لجنة قانونية عليا لتقصي الحقائق في كل الأحداث التي حصلت مثل ما قلنا. لكن الغريب في هذا الأمر أن القضاء العراقي أجابه بكتاب رسمي قال لا يوجد أي معتقل لدينا في سجون الحكومة. إذن أين ذهب هؤلاء المعتقلين من المتظاهرين؟ في أي سجون؟ وهل هناك سجون سرية غير سجون الحكومة؟ ولمن تعود؟ للميليشيات؟ أين هي هذه السجون؟ ولماذا مصطفى الكاظمي مرة أخرى لا يعرف أين هذه السجون وهو رئيس لجهاز المخابرات في العراق ولم يكن موظفا في أي بلدية من البلديات؟ يعني هذه واحدة من القضايا المهمة التي نتحدث عنها. ربما القضية الأخرى التي سأتحدث عنها هو خبر عن هيئة النزاهة. يقول صدر حكم بالسجن، هيئة النزاهة تحدث أنه صدر حكم بالسجن مدة 7 سنوات بحق المدير العام السابق للمصرف العراقي للتجارة. لماذا؟ بسبب هدره أو سرقته 30 مليون دولار، وهو مثل ما عرفنا أنه هو امرأة. يعني ربما علينا أن نقول يا لبؤس الأحكام والحاكمين والإطار الحاكم في العراق، 30 مليون دولار ب7 سنوات من الحكم، بمقدور هذا أن يدفع يعني جزء من هذا المبلغ، جزء بسيط من هذا المبلغ، وحتى لو مليون دولار من هذا المبلغ ليعيش داخل السجن، فيما لو سجنوه، فيما لو نفذ عليه حكم السجن، ليعيش ملكا ويعيش في حالة بحبوحة من الرفاهية والتمتع، ربما لا يجد في بيته، وسيخرج فيما عداه ليتمتع بالمبلغ الباقي. فأي حكم من هذا؟ هذا الحكم يجعل كل السراق والناهبين في العراق يفرحون بهذا الحكم ويصفقون له، لأنه لا يمكن، هذا مكافأة، فعلا مكافأة لمن يتقبلون الحرام في العراق. وبعد ذلك هل علينا أن نتساءل لماذا في العراق فساد ونهب؟ وأيضا يعني هل من حق البعض أن يتساءلوا لماذا خرج الشباب في ثورتهم ضد الفساد؟ ولماذا لا يصدقون، وهو السؤال المهم، ولماذا لا يصدقون وعود رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي بأنه سيكشف الفاسدين وسيقف ضد الفساد وسينهي الفساد في العراق؟ إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، أستودعكم الله والسلام عليكم.